للحد من التنقله إلى عاصمة الولاية إليزي، مركز بريد الجزائر بفضنون يشرع في تقديم خدماته المالية للمواطن. نجون نتاك البوسطة سكا اللي مروان نجرو تدير جراز أنا هولان وما هولان نتاك سازرف إن كان يوصلان أنا جراز أنا وإنه هولان نضك التيم غاري دير غاتنا تنسي وضك سايجون ولكن أهل ورغ الحمد لله إنك رب العالمين جابنا صفنا دير جابنا التمغارين جابنا تبراطين جابنا تلقي ونمدانت بافتتاح يعني مكتب بريد فضنون الذي يتواجد على مساحة يعني على مسافة 100 كيلومتر على مقر الولاية، وكذلك القرب يعني من المناطق والقرى خصوصا يعني إفني أفرة، يعني ريحة تنقص عليه معنى التنقل إلى مقر الولاية.